بسم الله الرحمن الرحيم. اسمي عبد الدايم بكري عبد الله، خريج دبلوم صنايع، متزوج ومش بعول يعني، لان انا معايا رجال يعني 4 رجال متزوجين، معايا بنتين، البنتين متزوجين، فقاعدين هنا فاض الصعايده من سنه 1961. استلمنا، قدمنا على الارض، استلمنا استلام فعلي والمية اشتغلت من 96. مستلم اساسا 6 فدادين، زودت اشتريت عليهم 5 فدن، الحمد لله ربنا اكرمنا من بعد ما ابتدينا مع اقتصاد المحبه. ابتدت الامور يعني تتحسن شوي، ابتدينا نعرف يعني ايه نباتات طبيه وعطريه، زرعنا الحنه الحمد لله، زرعنا ريحان، زرعنا شمر، زرعنا نعناع، زرعنا مورينجا، وكله الحمد لله والله الحمد والشكر كله ناجح 100%، فيش حاجه يعني من جوده لتحاليل لكله ممتاز ممتاز الحمد لله، وبشهاده الدكاتره، وان شاء الله يعني والامور ايه كل ما لها في التحسن. امورنا يعني صراحه الحمد لله يعني نختلف على اول كثير، تحسنت الحمد لله وظروفنا تحسنت. وبعدين بنطمع احنا ايه يعني، مش بس توقف علينا احنا، ما احنا عايزين غيرنا، انا عايز جاري يستفيد زي ما انا استفدت، عايزه يستفيد وعايز الغير يستفيد. المنطقه جميله جدا، منطقه جافه، منطقه ما فيهاش تلوث، المصادر الري بتاعتها ميه نظيفه حلوه، ما فيهاش تلوث، ما فيهاش حاجه، فخساره يعني ان احنا نسيبها ما نستغلهاش في النباتات الطبيه والعطريه وفي المحاصيل التصديريه والتعاقديه. فبندعو حتى يعني عاملين دعوه احنا، وعايزين برضه بنتمنى يعني من الشركه، هم بيقدموا لنا الدعم الفني وبيقدموا لنا يعني الناس بصراحه كل حاجه، وما سايبناش استشارات، لو حصلت مشكله معانا في الزراعه بنتصل على المهندس، بنتصل على الدكتور، ما حدش بيتاخر منينا بالمعلومه، او مثلا بيجونا برضه يرتبوا لنا زياره وبيجونا لو في مشاكل معانا في المحصول. فلله الحمد والشكر يعني امورنا الحمد لله الاحسن في الاحسن.